أذهب إلى ضيفي من غزة محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. يبدو لي ويبدو للكل أن هناك مجزرة إسرائيلية جديدة تقع في هذه الأوقات. سيد محمود ضعنا في التفصيلات أرجوك. نعم، وبالفعل مجزرة بكل ما تحمل الكلمة، ونتذكر في هذه المجزرة مجزرة المعمداني بالتفصيل. هناك تشابه كبير في هذه المجزرة، يعني أعداد كبيرة من الشهداء. حتى اللحظة أنا أتحدث عن أكثر من 50 شهيد في هذا الاستهداف، وأمامي وأنا أتوقف الآن في مدرسة التابعين أتوقف بين عشرات من الشهداء الذين لا زالوا متواجدين على الأرض. تحاول الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني انتشال ما يمكن انتشاله، أطفال كبار في السن، شباب، نساء، كلهم كانوا يؤدون صلاة الفجر. تم استهدافهم من قبل قوات احتلال إسرائيل في داخل المسجد الموجود في مدرسة التابعين. وللأسف حتى هذه اللحظة هناك جهود كبيرة تبذل من أجل عمليات الانتشال. الواقع هنا صعب والمشهد صعب جدا، ربما حقيقة لا يتخيل المنطق ولا العقل. القصف كان مباشرة على المدرسة، مدرسة التابعين في حي الدرس، على مدرسة التابعين وعلى المسجد الذي كان يؤدي صلاة الفجر. يعني أغلب المواطنين الذين يعني كانوا في داخل هذه المدرسة كانوا يؤدون صلاة الفجر جماعة وقصفوا بشكل مباشر. كيف كان الاستهداف؟ بصاروخ يا سيد محمود؟ بصاروخ حربي سقط في داخل هذا المكان وأدى إلى تدمير المكان بشكل كامل، وهناك عشرات من الشهداء. الحصيل يعني حقيقة يصعب علينا تحديد كم العدد يا سيد محمود؟ كم العدد الذي كان في داخل المدرسة تقريبا؟ هذه الساحة تحتوي تقريبا أو مساحتها تقريبا 200 متر. هذول 200 متر في كل زاوية في هذا المكان كان يوجد جثة. المشهد هنا الجثث فوق بعضها البعض. أنا أتحدث معك والطواقم الآن تنتشل. يعني الإسعافات يعني حقيقة يمكن أن يوصف، مشهد صعب جدا ومأساوي جدا. عشرات من الشهداء، أكثر من 50 شهيد في هذا الاستهداف، وهذه حصيلة أولية. يعني أشلاء، الطواقم تنتشل أشلاء. الطواقم تحمل الآن، يعني أمامي أحد الطواقم الطبية يحمل قدمين في يده. المشهد صعب والمشهد مأساوي، مشهد صعب لا يمكن أن يوصف. أين ذهب يا سيد محمود؟ أي مستشفى ذهبوا إليها؟ المستشفى الأهلي المعمداني. جميع الشهداء الآن إلى مستشفى الأهلي المعمداني.